هربت من دارها تاعها راحت هذه المرادي ما قالت كان من وليش وين الحق ما توليش كان لي الناس يقول لك اسنا نزوجوه بلك يتسقم يا راجل خاف الله اي كاينه حاجه اللي تسقم الناس هي الايمان بالله هي الاولى هي الاولى اذا كانت تسقموا يهلك بنت الناس انا نقول لكم ستة طلاقات هذه السمانه هذه انا رحت جبت نساهم ستة طلاقات بنات هربوا من ديورهم عرايس جدد هربوا من ديورهم على جال رجالهم يبلعوا الكاشيات رحت جبتهم هذه غير في الحومه تما برك الان كاين دوك الان ما حبوش يولوا جابت الطفل وراحت هربت قالت لك انا الراجل هذا ما حبشيته بين الله رحت نجيبها نقول لها يا ولدي قالت لك انا هذا الانسان يشرب في الخمر راه الانسان هذا راه يبلع في الكاشي انا ما نسحقش انسان هذا يغدوه من غدوه بنتي هذه نخاف عليها منه هربت من دارها تاعها راحت هذه المراه هذه ما قالت لك انا ما نوليش وعندها الحق ما توليش والان هما الشباب هذو ما يروح يخطب ما يعطولوش ما يعطيولوش مستحيل يعطولك لانك انت الان انسان معروف بهذا الفساد يعني زواجك حياتك راح كلش بعتها هكذايا ربي يعطيك انت انسان غالي عند الله انت انسان غالي عبك الانسان قيمته عند الله شحال ربي يعبك على بك عطي لك واحد القيمه انت ماكش عطيها لروحك لازم تمد لروحك القيمه اللي عطاها لك الله قل انا انسان غالي وانا انسان كرمني ربي والله ما ندير شيء كيما هذا والله ما نشرب حاجه كيما هذه